عن الرحلات الخاصة اللي يعني تجيبون فيها غذاء أو يعني استيراد الغذاء من الخارج، راح تكون إن شاء الله في الأيام الجاية، متى راح تكون؟ كم أعدادها تقريبا؟ لا هي في شغلة مهمة، يعني تلاحظون القرار اللي صدر من الطيران المدني قبل تقريبا 3 أسابيع 4 أسابيع بوقف عمليات التشغيل التجارية المنتظمة اللي هي الركاب، ولكن مستمرة عمليات الشحن طبعا لتزويد البلاد بما تحتاجه من مواد تموينية. فالكويتية شغلت يعني شغلت تقريبا 24 رحلة وحملت حوالي 92 طن، يعني يقارب 100 طن من مختلف المواد، وهي بصدد أيضا تشغيل 62 رحلة شحن لنقل الخضروات والفواكه الأسماك الأغنام المستلزمات الطبية من أكثر من جهة، يعني في الشرق والغرب. جميل. هذه الرحلات أستاذ يوسف رحلات طبيعية ولا زادت نسبتها لهذه الرحلات؟ لا الآن ما عندنا إلا رحلات الشحن هذه في هذه المرحلة. أقصد الكميات اللي قاعدتينا من برا من معدات وأدوية وغذاء، هل هذه يعني كميات اساسا طبيعيه كانت تاتينا العاده بهالكميه بس زادت بموجب الاحتياجات اللي تقدرها وزاره التجاره. انا مثل ما ذكرت لكم يعني لزياده المخزون الغذائي مثلا، لزياده تدعيم المخزون الغذائي في البلد. احنا ما نقلناه 912 طن مثل ما ذكرت لكم من الشرق والغرب، يعني صحيح. من باكستان ومن الهند ومن كوريا الجنوبيه ومن الصين ومن القاهره ومن بيروت ومن قبرص، دول عديده طبعا وكلها يعني لحوم، ومن السودان لحوم واسماك وخضار وفواكه ومستلزمات طبيه. والآن احنا بصدد معروض من السعة على رحلات الشحن القادمة تقدر بحوالي 3000 طن، فاحنا قاعدين نتكلم يعني بحوالي 4000 طن نقل منها 912، ومتوقع نقل ان شاء الله 3000 وربما اكثر بحسب ما تقرر وزارة. كم رحلة باليوم تقريبا؟ يعني على كل نقطة من النقاط اللي قلت لكم عنها يعني في حدود رحلة واحدة يومية تقريبا، في بعضها كل يومين إلى هذه الدول بحسب مثل ما قلت لكم طلبات اللي تقررها وزارة التجارة، وهذا أيضا جزء من دورنا الوطني في تدعيم صحيح. المخزون الاستراتيجي أكيد. للبلد من مختلف يعني سواء المواد الغذائية واللحوم او غيرها.